بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين، منه سبحانه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا، عشاق رياضة الآباء والأجداد، محبين التراث، أشواط صباحية هذا اليوم لا زالت حاضرة ومستمرة بعون من الله وتوفيقه، حيث المنافسة القوية بين هذه الشعارات وبين المضمرين الفطاحل الذين أتوا من مختلف ميادين محافظات السلطنة للمشاركة على أرضية ميدان الفليج في هذا التحدي المثير، في هذا الكرنفال الكبير ما بين الشعارات العملاقة وما بين هذه الذلل الكبيرة الآتية والقادمة لنيل الفوز والانتصار. أعلنت هنا انطلاقة شوط جديد وآمال جديدة من آمال الخير والبركة. أعلنت انطلاقة الشوط العاشر بعون من الله وتوفيقه، حيث انطلقت الآمال وانطلقت الطموحات. أسير مباشرة وافتتح النداء مع الظبي، هناك من يأتينا مصبح بن عبيد بن عوض البلوشي مقدما لنا الظبي على صدارة هذا الشوط، ثاني المراكز، ثاني القادمين والواصلين. وصلت الذيب سهيل بن محمد بن احمد الوهيبي مقدما لنا شعاره، حدد دخول في هذه اللحظات. هنا ايضا صبا لغصن بن حمد بن راشد المحروق على المركز الثاني ورابعا. هناك من تأتينا جميلة، فلاح بن محمد بن طويرش لوهيبي، جميلة بتحدياتها وبشكلها المثير. المركز الخامس في هذه اللحظات من تأتينا أفعال، فالح بن غالب بن ثابت الجحافي مقدما لنا أفعال في يوم الكبار ويوم الأفعال. سادس التحديات، سادس الأسماء والانطلاق الحاضرة والمنطلقة على أرضية هذا الميدان. هناك من الميمنة، ميمنة الميدان، من تأتينا شواهين، حمد بن ناصر بن خربوش الجنيبي مقدما لنا شواهين. سابع التحديات، سابع الأسماء والانطلاقات، معك يا بدر بن ناصر بن خنفور الجنيبي مقدما لنا هملولة. المركز الثامن في هذه اللحظات من تأتينا همس، لأحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. والمركز العاشر هناك من تأتينا أيضا بالتحدي المثير بالأداء الجميل، وصلت الظبي سلطان بن حميد بن سليم الخاطري. هكذا هي الأسماء العشرة المتقدمة في دائرة الإعلام، لقطة مخرجنا لبقية الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة على أرضية هذا الميدان. هذا الكم الهائل، هذا الكم الهائل من البكار المشاركة لنيل الفوز والانتصار. شوط تسعيرة الهجانة السلطانية، ولكن الصدارة وين؟ المقدمة وين؟ لنا عودة مع الظبي وتحدياتها وانطلاقاتها. الظبي بقيادة مصبح بن عبيد بن عوض البلوشي مقدما لنا شعاره على صدارة هذا الشوط، ثاني التحديات، ثاني الانطلاقات مع الذيبة وتحديات الذيبة. سهيل بن محمد بن أحمد لوهيبي مقدما لنا الذيبة على المركز الثاني. ثالثا الوصول في هذه اللحظات من قدمت وحضرت جميلة لفلاح بن محمد بن طويرش لوهيبي. هناك أيضا الوصول الآخر في هذه اللحظات بالتحدي المثير بالأداء الجميل، وصلت هنا أيضا الظبي سلطان بن حميد بن علي الخاطري مقدما لنا الظبي. ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المقدمة، لنا عودة مع الظبي وتحديات الظبي وانطلاقة الظبي. هنا أيضا مع التحدي المثير مصبح بن عبيد بن عوض البلوشي مع الكيل
الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الكيلومتر المثير، ومسافة الانتحار بين هذه الشعارات والأسماء الحاضرة والأسماء المنطلقة. ما شاء الله وتبارك الرحمن على اندفاعة الظبي وأداء الظبي وتألق الظبي بدون أوامر ولا شبه أوامر، بدون تعليمات ولا شبه تعليمات. العصم غروزة في الإبطان تقدم لنا هذا الإبداع، تقدم لنا هذا الإمتاع، تقدم لنا هذا التألق. ما شاء الله على التحديات المثيرة من الظبي وتحدياتها الجميلة، ولكن حذاري من اللي وصلوا، حذاري من اللي وصلوا يا مالك الظبي. هنا أيضا وصلت في هذه اللحظات الذيب سهيل بن محمد بن أحمد لوهيبي، قادمة قادمة بالتحدي المثير، قادمة بالأداء الجميل. ما شاء الله وتبارك الرحمن، 300 متر أخيرة نهائية خطيرة مثيرة ما بين الظبي وما بين الذيبة، الذيبة ولا الظبي، الظبي ولا الذيبة. يا هذا التحدي المثير، يا هذا الانطلاق المثير. ما شاء الله يا الذيبة، غيرت الذيبة، انتقلت الذيبة، سحبت بساط هذا الشوط، انطلقت إلى الصدارة بالتحدي المثير بالأداء الجميل. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هات لي ما تحتمل صوت الزقار من سماعة الصوت، والضقات نيرة وتنفرد بالشوط من تحت الستار لين توصل ركضها كله طفير. سلام 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 يا مالك الذيبة سهير بن محمد بن أحمد لوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الظبي مصبح بن عبيد بن عوض البلوشي قدمت أداء تشكر عليه، وثالثا من أتتنا شمع عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني، تهانينا والناموس لمالك الذيبة سهيل بن محمد بن أحمد الوهيبي على هذا الفوز والانتصار.